تذهب بسرعة حتى تتمكنوا من اللحاق كل في منصبه. لم أطيل على أبنائنا وبناتنا، أنا أقولكم الطلبة ما أقولش تلاميذ لأنه أنا أستاذ جامعي، أراكم كلكم في مدرج مثل هذا ولكن أوسع. عندي في كل مجموعة حوالي 180 طالب. إذا يعني بالنسبة لي أنتم مثل فقط فوج، ما راكوش يعني حتى يعني مجموعة. فأستسمح الجميع محاضراتي كلها ما تكونش محاضرات أكاديمية لأنه لكل مقام مقال، لكن خذوا من العبرة، اسمعوا ما سأقول لأنه راح نعطيه حقائق تاريخية. ونحن في الوقت هذا سبق أعتقد يوم 18 فبراير وبحضور هذا الجمع الكريم أني تحدثت على تغيرات وتغييرات ومسارات أخرى، والحمد لله قد تحققت الرؤية. اليوم نحن ننعم في كلف تغيير جدي، تغيير حقيقي، مسار حقيقي نحو عدالة اجتماعية حقيقية، نحو تدريس جامعي حقيقي. لهذا أنا أتمنى أن الطلبة تعنا اللي هم أنتم ما تفكروش من غير تفكير أحادي. التفكير الأحادي نطالب به هو أنكم تفكروا في مستقبلكم. مستقبلكم لا يتأتى إلا من خلال هذا المدرج وقاعات التدريس. لا يكذب عليك كاذب، فإن المستقبل راح يكون مظلم إلا ما خديتوش العبر وما خديتو ما تسلحتوش بلغة العلم. قبل أن أتحدث على 8 مايو، لازم نعرف بأن الجزائر ما بدأتش الثورة فيها في 8 مايو. الجزائر مع الدخول الفرنسي في 1830 أول مسخرة، أقول مسخرة، أول مسخرة تلقتها الدولة الجزائرية أنذاك في حكم في ظل الحكم العثماني، حكم الداعي حسين هو آخر الدايات الجزائريين، هي أنه الحاكم الفرنسي أنذاك اللي دوبومون اللي جاء للجزائر وأملى شروط على الجزائريين، وللصدف العجيبة أنه السيد دوبومون في يوم 4 جويلية صهرة ثم طلب من داعي حسين أنه يحضر هو والجنرالات تاعو يوم 5 جويلية تحديدا على الساعة 10 صباحا. أنا كما نقول دائما الطلبة تاعي إلى كيسون سون بريكفاست ناخذ دار الكافي ولي تاعو دار الكواسون وجا دونك كان شوية تشويش من الخارج. بس كاين شوية طالبات مليعة قالوا واش قال هذا الكتاب إلى حدود يا طالباتي العزيزات؟ قالوا ما تشوفش في المزوفة، شوف في المعلقة. يوم 5 جويلية عام 1830 دوبومون يعني أهان الدولة الجزائرية في ذلك الوقت وطلب من داعي حسين أنه يمضي على معاهدة العار، معاهدة لليوم في أحكمة، معاهدة ده على 10 صباحا. ربما ما ركوش فاهمين مغزى من الزمن، معاهدات في التاريخ في كل العالم لا تمضى على الساعة 10 صباحا. كل معاهدة إما في المساء وإما في الليل، ما كاش معاهدة في العالم تمضى على الساعة 10 صباحا إلا المعاهدة اللي قام بها دوبومون. فهموا معايا يا ولدي لأنه رايح معكم بعيد. غدوة تدخلوا الجامعة وتولوا إطارات راح تعرفوا معنى هذا القسم اللي سمعتوه الآن. على 10 صباحا حتى يذل الداعي وحتى يذل الدولة الجزائرية. لأنه على 10 صباحا معناتها حتى خدا القهوة تاعو، يلا بخيصهم بريكفاست، بعدين قالوا أروح تمضي والإمضاء تاعو كان واقفا. يحكي حمدان خوجة وهو صاحب كتاب اللغة الفرنسية واسمه لوميوار مترجم من طرف المؤرخ والعلامة التاريخ العربي محمود العربي الزبيري اللي ترجم صباح الملهات واحد من الروائع. هذا حمدان خوجة هو أصلا هو كرولي يعني من أم جزائرية وأب فرنسي أب تركي عفوا،
هذا واحد من المثقفين الجزائريين